يا هلا والله مسهلا. قبل ما نبدأ تقريرنا على السيارة، هذا تطبيق مستعمل الشهير، تقدر من خلاله تتصفح قسم السيارات وتشوف السيارات اللي معروضة للبيع من أصحابها، تتواصل برضو معهم مباشرة، تتصفح كل الأقسام والسيارات بكل سهولة زي ما احنا شايفين قدامنا، وتقدر أنت تعرض سيارتك إذا ودك تبيعها مباشرة عن طريق التطبيق. وترى التطبيق متوفر على أبل وأندرويد وهواوي. وخلونا الحين نبدأ تجربتنا على السيارة. أول ما تسمع كلمة بورش يجي ببالك بورش كاريرا 911، لكن في 2010 بورش غيرت مفهوم هذا، صنعت سيارة تنفع للجميع. تبي شعور 911 السبورت لكن بأربع أبواب، جابوا لك البنيميرا 2010. ومن 2010 إلى الآن البنيميرا كل ما تحسن. للأمانة بدايتها كانت حسها شوي سيئة مقارنة، مثلا لما كانوا يقارنونها 911 ما تحس انه فعلا هي 911 لك اربع ابواب، لكن السنوات الاخيره بورش حسنت الموضوع هذا. السياره صارت يعني تسارع، اداء، شعور مختلف تماما، حسنوا فيها كل شيء يعني لدرجه في الجناح شوف كيف شكلها. فاليوم حابين نتعرف على البورش بنميرا، لكن هذه ما هي العاديه، هذه بورش بنميرا 4 فئه الاكزيكتيف او التنفيذيين. طبعاً أول ما تسمع كلمة تنفيذيين تجي بالك ناس فخمين، ناس رجال أعمال، كان فندق أو مطار أو أي شيء. ففعلياً بورش هذه حقت الناس اللي مهتمين في الباب الخلفي. هنا طولوا شاص، أو طولوا الشاص تقريباً 15 سنتي عن البنميرا العادية زي هذه قدامه. فاللي مهتم بالكراسي الجهة الخلفية الإكزيكتيف هي السيارة اللي تشتريها، اللي كان عندك سواق أو شوفير. فهذه خلونا نتعرف عليها سوا الحين في فيديو اليوم. وإذا ما كنت مشترك اشترك في حسابنا وتمتع بالسيارات والأخبار كل جديد مع المربع نت. وزي ما ذكرت البنميرا جت في حقبة بورش كانت يعني خاسرة شريحة مجتمع كبيرة، ودهم بورش لكن ما ودهم بالكيان ولا ودهم بال911 الصغيرة، ودهم شيء سيدان يخدم العائلة. في 2010 بورش حققت أمنية الجميع وبدأت في بيع البنميرا اللي تشوفوها هذه. صراحة كانت صدمة للجميع ونفس الوقت فرحة للجميع اللي كانوا منتظرين بورش انهم يبنوا سيارة او يصنع سيارة تنفع للعائلة. يبوا بورش لكن ما يبوا الحجم هذا ولا يبوا السيوفي، نبي سيدان. فصراحة طبعا السيارة ما هي صغيرة ابدا، وشاصيها ترى نفس الشاصي حق البنتلي فلاينج سبيرغ، فكبير تعتبر نسبيا يعني. لكن أبدعت بورش، كل سنة قاعد تطلع تحسينات جدا جميلة، والحين بنميرا تعتبر في نصف حياتها يعني التحسينات اللي فيها. فنبدأها من الأمام، ونيارة جميلة فيها أربع نقاط LED معروفة حقت بورش، شفتهم بعيد تعرف إنها بورش. فتحات تبريد للكولر حق التيربو، وهنا عندنا حساسات الرادار، هذه ما هي كشافات، هنا حساسات أمامية، هنا في واحد وهناك في واحد. موجود تحت اللوحة هنا في كاميرا من أربع كاميرات، حساسات أمامية. صراحة التقسيم الوجهية هذا ما له حل، ما شاء الله تبارك الله. طبعا السيارة تجي محرك 6 سلندر 2.9 تيربو تشارج، يولد 330 حصان دفع رباعي مستمر معروف حق بورش، ومع جير ثمان سرعات بي دي كي أو الدبل كلتش، والمعروف هو البي دي كي حق بورش، الجير هذا الجبار لكل أحد وده يقلده. من الجانب هنا عندنا الجنط الجميل يجي بلونين نيكل والأسود، فرامل هائلة بالنسبة لسيارة سيدان. هنا 275 مقاس الكفر، جنط 21 كبير جدا. من الجانب عندنا فتحات تبريد هواء تجي مع كذا، نقول مسوي لها طريق حيث ان الهواء يمر كذا ويتشتت مرة، شكل رياضي جدا جميل ما شاء الله تبارك الله. لون السيارة شراكم فيها جماعة خير، انا برني اللون ما شاء الله تبارك الله. طبعا واحده من السيارات الاوائل اللي بداوا بسالفه السقف ذا اللي بدا ينزل بشكل جميل جدا، البورش بنميرا سقفها بانوراما. خلينا نشوف كم مشي اللتر، مشي 11.5 مو سيء على 330 حصان، حلو. طبعا هنا يكبر الفخ، حاطين على كلمه اكزيكتيف تعرفها. الجنط اللي وراء عريض جدا، الكفر حقه 315 نفس الشيء 21،
شاء الله تبارك الله. كفراتها بايلوت ميشلان جدا جدا جميلة في الطرقات، وأيضا تدخل فيها حلبة بتنبسط. نروح من الخلف، وهذا الجناح حق بورش بريميرا، تقدر تنزله وترفعه حسب الحاجة، أو بزر تقدر تخليه مرفوع تنبسط فيه. أربع شكمين ما شاء الله تبارك الله. شوف الشنطة ما شاء الله، طبعا الشنطة تنفتح كاملة كأنها هاتشباك. خلنا نقول في عندك فاصل هنا بينك وبين الركاب، بحيث انك حطيت شيء يعني ما في شيء يطير يفتح الدرايش ويروح لقدام. هذا السبير الحين خلنا نروح لجوه السيارة ونشغلها ونسمع الصوت الطربي حق ست سلندر من بورش، ونتعرف على مواصفاتها الداخلية. من الداخل الأبواب فيها سوفت كلوزنج اللي هو الشفط. طبعا اول ما تجلس وضعية الكرسي تنسيك ان السيارة اربع ابواب، تنسيك انها كبيرة، بس في الصورة تتأكد انها كبيرة، لكن وضعية الكرسي نازلة بشكل شوف كيف شكل قاعد. طبعا كذا حاط وضعية السباق كذا، انا ابي اسابق ماني قاعد اسوقها في الشارع واتمشى. طبعا الخشب الجميل هذا موجود هنا، الدركسون موجود ايضا على الكنسول زي ما شايفين. بما ان هيك شكل بيكون شخص هادي ما وده بكارب فايبر والاشياء السبورت، يبي سواقه فعليا سبورت، لكن داخليه زي ما شايفين الالوان هاديه جدا جميله. الساعه الجميله هذه صراحه مسوي شغل. وعلى فكره معلومه ما احد يعرفها، ترى الشاص حق البناميرا هو نفس الشاص او بلاتفورم حق البنتلي فلاينج سبير، ف يعني ممكن فرق الحجم بينهم غريب، لكن فعليا هو نفس الشخص. الكرسي شايفين النحف اللي فيه جدا نحيف صراحة، تفاصيل كثيرة هنا. طبعا من أبرز الأشياء الموجودة اللي هو مفتاح، هذا مفتاح السيارة، طبعا هي وايرلس كي اللي هو مفتاح جيبك تشغلها، لكن موجود القطعة هذه بحيث أن تفرها تشغلها وتطفيها. طبعا موجودة بشكل غريب هذا بالجهة هذه، وبوربا اللي دركسونها على اليمين برضو مفتاح جهة الدريشة. الحركة هذه بورش بدأت حياتها يعني اسمها تكون من السباقات، فكانوا يشاركوا بسباق 24 ساعة الليمان هذا، فكان نظام تجي السيارة واقفة زي كذا، يكون بابها مفتوح أو مو مفتوح الباب، تكون كشفي أذكر الظاهر، ما هي حد ما بيها سقف، والسواقين يكونوا هناك واقفين، وأول ما يبدأ العلم يعني بداية السباق إن السواق يركض لين جوا السيارة. طبعا أول ما يركض يشغل السيارة وهو قاعد يجلس، بحيث إنه خلاص أول ما يجلس يربط الحزام يكون جاهز للانطلاقة. فبورش حافظ على الإرث هذا بالسباقات وخلت مفتاح دائما هنا، بحيث إنه يعني أنت ما أنت مسابق بريميرا بس يعني نفس الفرق فكرة، ويعني يوريك بورش توجهاته كيف. فهذا الدركسون بشكل عام أنا تعجبني ديزاينات حقت، خلينا نقول مجموعة فوكس واجن الجديدة، إن الطائرة زي ما شايفين جت البوري هذه صغيرة كذا تحس كأنها قبعة، وعلامة بورش موجودة. الدركسون 3 سبوكس اللي هو ثلاث خطوط من هنا ومن تحت جدا جميل. هنا عندنا الزر هذا البارز الدائري تحط درايف مود تقدر تنقل بينهم، الحين صارت سبورت، سبورت بلس، وانديفيدوال اللي هو انت تختار على كيفك، تبي تطري السسبنشن تقسي الدركسون او العكس اللي هو كيفك. طبعا عندنا عداد ال ار بي ام موجود في النص، معروفه بورش بان تسارع ال ار بي ام عندها سريع مره، يعني يا دوب تدعس تلقى ار بي ام طار فوق، ف حلو شكله هو يطلع بسرعه ويوصل الين 6500 او قريب 7000 تقريبا خلينا نقول. فهذا شيء جدا جميل من بورش. العداد انتم شايفين هنا شاشه 300، طبعا ما توصل 300 اتوقع، ليميتد الى 260 او 70. هنا عندنا حراره موجوده، وهذه الشاشه فيها معلومات القياده، وايضا لما تحط تغير وضعيه القياده تطلع لك هنا الشاشه هذه، بحيث انه توريك انت على اي وضعيه قياده. هنا اللي عند الفويس كماند ترفع قصر على صوت، هذا زر رجوع وترد على التليفون، الزر هذا تقدر تتحكم بأي دائرة تتمشى فيها أو تقلب بين الإعدادات. شوف كذا صارت خريطة، خلنا نغيرها نشوف هذه وش بتصير. يعني هنا هذا حق الرادار توريك يعني كم بعدك عن السيارة قدامك. في الشاشة هذه زي ما قلت لكم سيارة شبيهة شوي بال
فوكس واجن جروب نفس الشاشات جميلة، هذه طبعا جدا صافية وفيها يعني اختيارات جدا كثير. نروح نافيجيشن، هل تجاوبها؟ معقول. درايف مود انا حاطه نورمال، تختار من هنا تشوف كيف كل شيء نورمال حاليا. الشاسي الموديل هذا يجي حتى واضح بالصورة، يجي على يسموها اير ليفت سسبنشن اللي هو مساعدات هوائية تقدر تنزل وترفع السيارة. ايضا نفس المساعد يكون كهربائي فتتحكم فيه قساوته وطراوته، هذه اغلب بورش فيها، لكن المساعدات الهوائية اللي هي الاير ليفت سسبنشن هذه مو كل الموديلات فيها. وهنا الشاسي ليفل تقدر ارفعها وانزلها، حاليا هي على الميديوم عفوا اللي هي الوسط، في لو وليفت يكون مرتفع اذا تبي تدخل موقف او تركب مطب عالي. وهنا ستارت ستوب حق الاشارات، الشاشه لازم تضغط عليها، ما هي لمس نفس الايباد كثير، لازم تضغط شوي كذا وتشتغل يعني عادي. وهنا السبويلر اكستند هو حاليا مرتفع، اقدر انزله ما ادري بيبان لكم، خلينا نعدل الرايه شوفوا الحين بنزله بس اند هو ده. اوكي شوفوا نزلت الحين، نزل برفع مرة ثانية رفعته، حتى هنا في الشاشة يطلع لك شوف يرفع، فجدا جميل. عندنا هذه فتحة التكييف ما هي عادية، تحكم فيها بالشاشة نفسها. فإذا رحنا للكلايمت بعدين نختار هنا، تقدر تختار وين تلف، نزل شوف تنزل ارفعها ترتفع اوتوماتيكيا. دائما نشوفها تذكرنا بالاكسس ال اس اول ما نزلت كانت كذا تتحرك يدويا او تتحرك عفوا الكترونيا كذا ترتفع وتنزل، فالحين هذه كلها صارت خاصه الوسط هذه زي ما انتم شايفين تتحكم. طبعا الاشياء الجميله ان بورش حافظت على الازرار للتحكم في خلينا نقول التكييف بشكل عام، كلها ازرار تضغطها، ما هي لازم تروح شاشه تضغط شيء بعدين تتحكم شيء بعدين توصل للتكييف. هنا بكل سهوله تقدر تتحكم بمقدار الهواء والاشياء هذه، فجدا جميله من بورش. طبعا جير 8 سرعات بي دي كي اللي هو بورش جير بورش المعروف اللي يعني خلنا نقول بورش تحلف فيه على قولتهم. الجير جدا سريع ومن اسرع الجير في العالم، وكل احد يحاول ينافس البي دي كي حق بورش هذا، فجدا جميل. عندنا جنط الكتروني، التحكم بالسسبنشن هنا ضغطناه تقدر يضغطها دحين في شعور كذا تسمع الكليك غريب انه ينضغط، هذا جنط الكتروني. وهنا البارك كذا تعشق، هنا الاش تري هذه حقت الزبالة وطفاية واللي هو عليه بورش بنميرة عفوا مكتوب، جدا جدا رائع. في عندنا كاب هولدر، خلني ارجع بالكرسي شوي. الكاب هولدر مسوينه بطريقة عملية جدا من بورش زي ما شايفين، واضح انها كاب هولدر لكنها شوف كيف مرتفعة، تقول كيف احط اكوابي، كل بساطة تضغطها تنزلها، اذا ما تبيها هنا في زر تضغط يرجع، ما تخاف انه بياكل اصبعك لانه يعني يطلع كذا بنعومة. هذا الدرج طبعا USB Type-C، صراحة الحركة هذه غريبة لكن فعليا لو تفكر فيها يعني مسوي شغل، بحيث انه يكون فلاش القطعة واحدة. وميزة بورش شوف كيف كل شيء في السنتر، الحين كذا الجوال في السنتر كله بالسنتر موجود بالوسط، هذه من الاشياء الجميلة اللي احبها بورش بشكل عام في الديزاين حقهم. فهذه هي من جهة السائق، طبعا شايفين الامبيان لايتنج الموجود حول السماعات هنا موجود يعطي نارة الله يكرمكم جهة الارجل، نفس الوقت مسوي شغل جميل. الحين بقدم كرسي بخليه على طولي ونروح للمقعد صف خلفي ونشوف هل فعلا الاكزيكتيف يعني ال 15 سنتي هذه فارقه او لا مباشره. ما شاء الله طبعا انا طولي 176 يعني لا قصير ولا طويل، قدمت كرسي يعني على السواق اللي احبها، ممكن يكون الظهر شوي مستقيم زياده عن اللزوم، لكن حتى لو رجعت نشوف يعني المساحه اللي عندي. طبعا هي اوريدي يعني بورش تعتبر يعني مساحتها حليله، ما هي مره واسعه ولا هي ضيقه. شوف الشاشه اللي قاعد تسوي في اموج كل ما قفلت الباب تطلع شكله حلو ما شاء الله.
وهذه المساحة اللي عندي صراحة مرة كبيرة. يعني حتى لو طولك يتوقع على 190 ورجعت إلى هنا تقريبا أنا عندي مساحة واسعة وحلوة. طبعا الكراسي اللي عندي منفصلة زي ما شايفين، كل كرسي لحالة، في وضعيات كثير تقدر تتحكم فيه من هنا. غريبة أنا مسوينها بالأسود، ما حاطينها بالألمنيوم. خليني أقفل الباب وترجع الشاشة قاعد أتحكم بالسطوع أنزلها، وهذه الفوليوم جدا جميلة. هنا أيضا عندنا الشاشة function currently not available. طيب تبريد تسخين مقاعد، أقدر أفتح الستارة وأقفلها. السقف ليتهم حطوا سقف قطعة قزاز واحدة، لكن أتوقع عشان سالفة البانوراما مسوينها كذا، بحيث إن لو كانت قطعة واحدة ممكن تكون هنا خلينا نقول نازل على راسك، فكذا توفر مساحة بحطيك هذه. وفي شغلة بركم إياها، لكن خليني أفتح 24 آرة توضح. شايفين السقف في انحناء أو تقوس مايل، والمراية حاليا شكلها مايل. خلينا نشوف كيف، شايفين كيف مايلة شوية، لكن شوفوا إذا نزلتها شايفين البلاستيكة كيف من هنا كبيرة ومن هنا صغيرة، بحيث تخلي وتواسي المراية فتجي وجهك في الضبط. فالشيء هذا جميل، التفاصيل أحبها. هنا الكب هولدر نفس الفكرة، مسوينا بطريقة بحيث إنه يدخل ويطلع على أساس ما تبي ما تحتاج تقفل كذا. شايفين كيف البابلون أو خلينا نقول كونسول كامل، كل شيء في النصف تماما في النصف. طبعا أنا من النوع اللي ماني ما عندي وسواس قهري، لكن تعجبني الاشياء هذه. شوف كل شيء بالنصف بالضبط، انا احب هالاشياء. ما ادري عنكم، في احد نفسي ما احب اشوف كذا شيء تحسه بشاطح او رايح مكان مو مكانه. ف عندنا هنا احليلها، يا الله صغيره مره، طفايه كيف كذا. شوف بس ما لها علامه بورش ولا اي شيء، عفوا بالغلط معليش. شوفوا الجهة هذه كيف مستفيدة منها، صغيرة ترى، شوف صغيرة، لكن إذا سحب كذا تفتح الدرج يكشف لك المنطقة هذه. عشان كذا حاطين لك الأشتري هذه صغيرة بحيث إنها تكفينا، تقدر تكفي عليها. في حلين، في 12 فولت طفاية، في شحن يو اس بي تايب سي عادي أو تايب سي عفوا. نجي للتكاية، فيها درج ما في شواحن عادي. وهذا عندنا فتحة تكييف موجودة هنا في الضلع. البقالة طبعا كاملة ما يحتاج تتكلم عنها. كل الانوار LED. هنا الممري سيت موجود او الممري حق الكرسي نفسه. وضعيات الجلوس، جلد كل مكان، سماعات بوز مع الانارة المحيطية داخل السماعة نفسها. صراحة احس ليش ما حد سواها، فكرة حلوة. شوف كيف شكلها، مرتبة انيقة صغيرة وتعطي انارة بسيطة للداخلية زي ما شايفين هنا، فكرة جدا جميل. وهذه هي البورش بانيميرا من الداخل. خلنا نشوف الشنطة. طبعا معروف من البورش ان في شيء يسموها اللي هو بال 911، تكون الشنطة قدام وورا المحرك، لكن هنا لا، محرك موجود في الامام نفس السيارة العادية، ورا شنطة. طبعا تفتح بشكل كامل، كوبي او هاتشباك خلنا نقول، السيارة شغالة. هذا عندنا السبير، تكون جنط صغير زي ما شايفين، تقدر تشيله تحطه بالبيت بحيث إذا متى ما احتجته لا سمح الله تستخدمه. عندنا هنا النت. أنا ما أتكلم عن مساحات الشنطة باللتر، لكن هي ظاهرة 495 لتر، تكفي يمكن 7 شنط حقت خلنا نقول السفر الصغيرة هذه اللي دخلها جوا الطيارة. هنا أيضا في عندنا سبلتر موجود، وفي القطعة هذه الفاصل بينك وبين الشنطة اللي ورا. هذه الاكزيكتيف البورش بانيميرا، جدا جميلة أنيقة، تنفع أنك تسوقها أو تنساق فيها، يعني يكون عندك سائق. خلنا نشوف طاقة السعر كم سعرها مع الضريبة، 700 و2500 تقريبا. تاخذ بورش بأربع أبواب، جدا رائعة وجميلة. اعطوني رايكم فيها، عجبتكم وما عجبتكم، عندكم تعليقات اكتبوها في الوصف او اكتبوها في قسم التعليقات. و
واذا تبون نسوي ريفيو للسياره اكتبونا ايضا. يعطيكم العافيه ونشوفكم ان شاء الله بخير اخرى مع المربع نت. السلام عليكم ورحمه الله.